جبهة الثوار السورية في الطاجن والهيئة الخيرية جبهة الثوار السورية في الطاجن توزيع المعونات الغذائية للمهجرين من قبل الهيئة الخيرية لجبهة الثوار السورية في قرية العشة والأصبح والفكان. الهيئة الخيرية لجبهة الثوار سوريا تقوم بتوزيع المعونات والسلل الغذائية على المحتاجين والمهجرين في قرية العشة والأصبح. أعطيك الكونتينر ولا بدي منه شيء بس انا اللي يستلم يخفف. محمد احمد وين احمد؟ ابو سفيان ايه خلص سجل انا من الشباب جبهة الثوار سوريا القطاع الجنوبي الهيئة الخيرية القطاع الجنوبي في جبهة الثوار سوريا تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية للمهجرين والمحتاجين في ريف القنيطرة الجنوبي العشة والأصبح والفتيان 10/7/2014 نشكر جبهة ثوار سوريا لتقديم المساعدات للأهالي اللاجئين من قريتي الأصبح والعشة هربا من القصف الهمجي. نشكر جبهة ثوار سوريا على هذه المساعدة التي قدموها لأهالي ريف القنيطرة في العشة والأصبح والفتيان. عملك نزل النص ليش خايف نزلها نزل النص مشكور جدا صوروا وحييهم بتحرير نزل من الاحمر والحمد لله رب العالمين ما دحرين على الكسبه لا والله الكسبه رب ارجع لورا وقف لي بحد توزيع المساعدات الغذائيه في ريف القنيطرة الجنوبي قرى الأصبح والعشة والفتيان الهيئة الخيرية لجبهة الثوار سوريا 20 نشكر جبهة الثوار سوريا في ريف القنيطرة الأصبح والعشة وعند الفتيان الله أكبر الله أي جبهة الثوار سوريا